هذه المنتخبات، يعني شفنا طاقم سعودي كبير، ما شفنا يعني ما يوازي هذا الشيء من حضور إعلامي. ممكن ناخذ بعض العذر شوي بمنافستنا المحلية واهتمامنا الأكثر محليا. شوف أبو عبد الله الحجيلي يقولك ما في اهتمام لمنتخبنا الشباب من اتحاد القدم، مفروض رئيس اتحاد القدم يكون متواجد معهم في كوريا كما كان يفعل أحمد عيد. طيب أبو خلاد يقول، أو عفوا محمد غريب يقول السعودية أنا أتوقعها السنغال 3 والسعودية هدف. كيف مسألة، كيف تشوف مسألة الاهتمام بهذا المنتخب الشاب؟ والله لا شك يعني إن كانك تتكلم عن الاهتمام الإعلامي، الإعلام حقيقة مقصر يعني اهتمامه بالأندية أكثر من اهتمام المنتخبات، إلا يمكن المنتخب الأول قد يكون فيه اهتمام من الإعلام للمنتخب الأول، لكن الألعاب المختلفة أو القطاع السني سواء الشباب ولا الناشئين أو حتى الأولمبي لا أعتقد أن الإعلام يعني يغطيها بشكل كامل. يعني حقيقة القناة الرياضية أرسلت حقيقة وفد يتابع هذه، وهذه حقيقة يعني جهد مشكورين على هذه التغطية، وهذا المفروض اللي يكون من جميع الإعلام. وهذا أعتقد أنه يعني صحيح لا نطالب أن يكون مثل المنتخب الأول وحتى لا نطالب أن يكون مثل الأندية، لكن لا بد أن يعني أن يعي الإعلام أن هذه منظومة متكاملة. صحيح. جميع هذه تخضع للرياضة السعودية تحقيق الإنجازات، التحقيق هو للبلد، وأتمنى أن يكون اهتمامهم يعني على الأقل يعني لا يهمل بهذه الطريقة. هنا كثير من الناس أنا متأكد أنهم يعني ما يعرفون أن المنتخب يلعب مباراة اليوم، متأكد 100% أن هذا الأمر. صحيح. هذا أمر يعني لا أقول عنها إلا أمر أنه أمر مخجل، لكن إن شاء الله يكون المنتخب السعودي يجبرهم على التغطية بنتائجه وبعمله الذي سيقدمه أبناء سعد الشهري. أبو باسل يعني 6 مشاهدات.